السلام عليكم متابعينا الكرام، أهلا بكم في قناتنا الإخبارية. يتوقع أن تشهد مختلف المناطق تساقطات مطرية مصحوبة برياح قوية انطلاقا من يوم غد الثلاثاء. وقال حسين يعبد رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية في تصريح لموقع إعلامي إن مناطق الريف والأطلس المتوسط والأطلس الكبير ستعرف انطلاقا من يومه الاثنين تشكل زخات مطرية رعدية ستمتد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل. كما أشار يعبد إلى أن السحب غير المستقرة ستعطي تساقطات مطرية رعدية وقوية ليلة الثلاثاء وطيلة يوم الأربعاء المقبل بكل من مناطق الشمال والوسط والسيس، مشددا على أن هذه التساقطات ستكون مصحوبة برياح قوية بكل من البغاز وجنوب شرق البلاد. Oh, hey.